انتعش عباد الله. ويا وليدي من تحتي واش قلتي؟ ووليدي عمري ما نساك، ووليدي عمر عزرية، ووليدي شافي، ووليدي عزرية، وخلوني نكيد وليدي 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 صغيري وليدي وشافي وليدي وعزرية ديالي وليدي عمري ما نساك تمشي الروضة وليدي كتشوف المحل ديالي خدامنا تشوف واش اللحظه اللي سمعت بان كاينه وقع واحد الشجار خرج جيش هنا كنلقى مرحوم الله يرحمه مسكين مغر في البلاصه وحده ديك الحديده اللي صافي هي هذيك مع كنشوف كيبان لي مون الطاكسي واقف واقفين مع دوك الثلاثه ديك الساعه كان كيدور بيناتهم شي حادث واحد شويه امي مشيو تقريبا من هنا من حدا المحل ديالي شي حدا الجامع كانوا باغي يحاولوا يشدوا طاكسي اخر باش يمشيو حيت كاينين طاكسيات حدا حيت كاينين طاكسيات شينا ما حطاش شم واحد اللحظه من الطاكسي بقى يتحاور معاهم لانهم باش يمشيو باش ما يمشيوش قال لهم شتوما خاصكم بانكم شتوما راه بحال ضحايا في الشكل ديال ضحايا طار عليكم الجاج وادي هما كانوا باغيين يمشيو وما خلاهمش يمشيو رجعهم هنا اللحظه اللي جات لومبيلونس باش يهزوا المرحوم الله يرحمه مسكين من الطاكسي هذيك اللحظه هو يتعرض لومبيلونس جا عند مول لومبيلونس انا كنت حداه وربي راه شاهد عليه حدا جا هو يقول لي غتهز واحد قال لي راه مرشوش ليه الجاج في عينه قال لي مول لومبيلونس ما يمكنش ينزو قال لي راه السيد ارجو خصنا نديوه قال لي لا قال لي شهادو خصك ديهم بقى مني منك كلمه زيدك كلمه زيدك طلعوا الاخرين طلعوا معاه بثلاثه صافي هي هذيك فين مشاو بقى مون طاكسي هنايا تجاو البوليس اللحظه اللي غيجيو البوليس هي فين وقفوا مون طاكسي فهذيك اللحظه بعدا شاقلوا مون طاكسي داو الاخرين انفو لما مع الاخ ديالي هو اللي مشى مع المرحوم الله يرحمه السبيطار ملي مشى من تما انفو قال لي هبطوا السبيطار معاش انا فديك اللحظه وصلت عليهم السبيطار فديك اللحظه قال لي مع هود الامبولانس قال لي انفو انا دخل الدري معاهم المستعجلات لداخل قال لي خرج قال لي انا خليش عمر لداخل قال لي بغيت نقلب عليه مع كاين بوليسي تما قال لي نقول لي راه اللي واقع اللي واقع قال لي خرج ما لقيتهمش هما فديك اللحظه اللي هادو الفرار مشاو واخا بالنسبه لعمر الوقيته اللي شفتيه انت مغر واش كانت باقا فيه الروح او الميت كان ديك اللحظه شي خرخر بنادم كي داك انا ديال السلام عليكم السلام خويا جزاك الله بركه في راسك واش معاك بس خويا الله يحفظك الله يكبر بك خويا الله يكبر بك الله يكبر بك خويا اللهم امين خويا اللهم يجعلها في الدنيا ولا في الاخره اللهم امين يا رب العالمين سي عبد الله يعني هي ماشي وقت الاسئله ولكن ضروره احكام الوقيته اللي سمعتي ان الابن ديالك تعرض لحادث او تعرض للاعتداء مما ادى الى الوفاه واش كنتي هنا نيت في المحمديه؟ لا كنت خارج طنجه دي بلاصمه سي دابا انت شنو كدير انا كندير جيرو ديال الشركه جيرو ديال الشركه واخا انت خارج خارج دي بلاصمه المحمديه خارج دي بلاصمه جاتك الاخبار وانت خارج محمد. خارج اخويا وجاي في الطريق في لوطوروت انا افتح لي صدرك وعاود انا دابا انا دابا كنت جاي في لوطوروت نعم. عيطوا لي قالوا لي بان راه ولدك راه ضاربين شي وحدين راه طايح راه داتو لابيلونس قلت لهم ودي انا راه باقي في الطريق انا يلاه وصلت للرباط لحاله ما نقولش لك ما نوصفش لك كيفاش باقي ما عرفتيش بان ما عرفتش انا لا باقي ما عرفتش توفى كنسمع غير بان راه داوه حاله حرجه حاله حرجه وراه هزوه راه نقلوه للدار البيضاء راه عندهم مضروب للراس ديالو راه دخل الانعاش ما انا جيت لقيتهم داوه دخلوه هذا هو من بعد جيت وصلت عليه انا وولدي للدار البيضاء حبسونا قال لك راه في الانعاش ما يمكنش تشوفوا راه عنده الضربه في الراس راه درنا ليه السكانير عاود عطاونا التحاليل في ذاك الليل حتى الربعه الصباح حنا بايتين في الدار البيضاء قبل ما تبقى الحادثه شحال باش ما شفتيش عمر؟ عمر نقول لك ما شفتوش تقريبا 24 ساعة. يعني لاصق بك ديما لاصق بك يجي عندي كيقول لك بقيت يا الواليد واش دار لك رجلك؟ مالك الواليد كيمشي عندي دري مزيان صراحة دري مرضي ومعلم تيكنيسيان معلم ديال الطوموبيلات تريسيان وكل شيء كيعرفوا في المحمديه وحنين ماشي دري زعما خايب ولا شي حاجه ولا 17 ما اللي عيط لي مسكين كيمشي وكيسمح كيقول يا با راه هذاك ما عندوش راه خدمت ليه وما عطانيش نقول له سير وليدي خاصك شي حاجه جينا نعطيها لك كيقول لي هذيك بسمه راه دارت لي ما كتقول لي عطيني 3000 وعاد جيت تخدم كنقول له وليدي عاسيه دابا نمشي عندها انا ونعطي ديك 3000 يتخليك خدام هذه الشركه اللي كيخدم فيها اللي كيخدم فيها قدام المحل ديال هذيك السيده حنا كنعرفوها ماشي زعما سي عبد الله الخبر ديال انتم في السبيطار وغادي يخرج لعندك نور الدين او غادي يخرج عندك الطبيب وغادي يجي لك عمر
بارك الله. دابا هو مشيت للسبيطار من نهار الحد مع الصباح، قال لي ولدي يلاه نمشي نشوفوه، قلت له نمشي نشوفوه لربما يفيق ويبغينا ياكل، وهذه النيه ديالي انا زعما راه غادي يفيق من ديك الغيبوبه ولا. اللحظه داني ولدي دخلنا على الطبيب، انا شادين النوبه، دخلنا لي السميه ديالو، خرج لا ما بغيتش نقول ليه والو، انا ما بغيتش نقول ليه والو. الدري كذب عليا، قال لي انا ملي سي نور الدين. نعم سيدي. كان معك الاب ديالك؟ كان معايا الاب ديالي. ومشيتوا تشوفوا خوكم وما قدرتيش تقول باك؟ لا ما مشي انا ملي معاك ملي دخلت انا عند الطبيب باش نستشر معاه يقول لي اشنو كاين. انا اول حاجه فكرت في الوالد، قلت لزقه راه غادي نخرج الوالد بعدا كان يمشي يريح يشرب الدواء ديالو مريض ويشرب قهوه وغاللي كان لا غنقولها لي. هذاك الشيء اللي درت، مشيت تسجلت مع الطبيب هضر معايا قال لي اللي كاين، قلبت الموضوع ملي قال لي اخوك راه مات قلبت الموضوع، قلت انا غنمسح دموعي وغادي نزكي راسي غنزكي راسي وغادي نمشي نقول الوالد ملي غيسولني نقول لي با راه تكون واحد الحصه في العشيه هيدي لها الطبيب. انت الحاله عندك صعيبه. ما نكذبش لك اخويا ربي شاهد. صافي خرجت قال لي ولدي شنو كاين، قلت له يلاه با راه غادي يكون واحد ان شاء الله واحد الحصه في العشيه من النهار الثاني مع الربعه حنا 11 قال لي نتسناو، قلت له با يلاه 11 الربعه بزاف يلاه نمشيو من النهار الثاني غنجي انا وياك. صافي جبتو حتى للدار هذاك قلت له عاودنا رجعنا درنا الاجراءات ديالنا ودرنا المسائل ديالنا. وصلتوا سي عبد الله للدار سقتي الخبار؟ وصلت انا عندي انا عندي شك بان حيت ما عندوش لاكارت. يلا صوبنا لي الورقه عند الجدارميه ديال شهاده السكنه وهذه فهمت كان طايح ليه. ودفع عند البوليس وجاب ديك الورقه ديال الروسي ديال الديكلاراسيون. الوقت اللي جيت هنا قلت انا ما عندوش لاكارت راه بغاو يمكن الطبيب بغى الورقه بغى يديروا لي شي عمليه وسميت. انا قلت او كيفاش بغاو هذه الورقه يمكن بغاو الحال قال لي ندوا الحال المدنيه. انا امو كتقول لي ياك ما ولدي مات كنقول لها لا راه بغاوها الوراق. انا اللي قلت له اعطيني الحاله المدنيه. هو يقول لي لا راه السيد اللي معنا قال لي لا راه مات ما بغيتش نقولها لك تما. ما نكذبش عليك انا تخنقت. انا تمحنت ما نكذبش عليك. طيح لي تما تمحنت اللي بقى فيا انا هما دوك الشهود اللي قال لك راه اخر لحظه كيشتف لي على راسه وهذيك هي اللي اثرت عليا انا. انا كنا ما يشتفش لي على راسه. انا كنت غادي نجيب ولدي وكنت غادي يجيو عندي وغادي نديروا محاوله صلح وندير هذيك التناوي انا والله الا في خاطري قبل ما يموت المرحوم قلت انا هذوك الناس ضروري انا غنكبر وغادي نسامحهم. واش قلت لي عبد الله قلت لي كون تهرس كون تهرس وكون افر عصوم من ضلوع والله تنسامحهم. ولكن كاينين عندي شهود الناس زوينين هما حضروا الله يكثر خيرهم كيقول لك راني كنشوف فيهم قال لك ما عرفناش هو صاحبي واش وحدين ضاربين قال لك كيتهز وكيتخبط لي على راسه. هو الشيفور ومعاه ثلاثة، واش عمرني شفت أنا الركاب كينزلوا من الطاكسي وكيشطفوا على الإنسان؟ واش هما راكبين معاه أو هذه مابغاش تفهم ليا أنا. ورغم ذلك هو حبس لابيلونس حبسها وركبهم وركبوا معاه ومشاو حتى للسبيطار وسلتوا ما بقاوش طاروا وهو دخل كل شيء اختفى. هذه بغيت نعرف أنا السؤال كيفاش؟ ما بغاش تفهم ليا لحد الآن. ربما هما مشاو غير باش يشوفوا الحال. هذا هو اللي كون ما بقاش كيشتف لي على الراس ديالو كما قال لي الشهود الله يكثر خيرهم ما غاديش يموت هو غادي يموت خصم لي الله هذاك هو السبب ديالو. سي عبد الله الله يرحمه مسكين. ولكن الله يرحمه. الله يرحم عمر. ولكن اسمح لي واحد الكلمه. الله يجزيك بخير. الله يجزيك بخير. انا بغيت ملي كانوا كيضربوا فيه علاش هي هبطت الريدو ديالها؟ علاش ما تعيطش؟ تليفون علاش تسد عليه الكراج ديالو وتخليه هو يفرش خوفي وهي كان خدام معاه خاصها تجي منه 14 عام هو معاه تما وهي كتعاني بديك 3000 ريال عطيني 3000 ريال عطيني كل سيمانه. انا نقول لك حقيقه هذاك الدري عندي السبب ديالو هي ديك السيده هو قسم لي الله مع مول الطاكسي تكفري عليا هو عمر خدام معاك وديتي للمكازا شحال من خطره شطب لك المكازا وكديه معاك هو كفري عليه. قالت لي ولدي. ولدي كتقولي ولدي. هبطتي ريدوك وخليتي شتفوني على راسه. راه بنت كتشوف واحد مضارب كتمشي تطاكي عليه. يعني انت هي طرف المسؤول. وحشومه غير تجي منه. انا كنطلب منها غير تجي منه. انا راني مشيت. اتصلوا بيا البوليس ومشيت للمحضر ديالهم الله يكثر خيرهم دايرين مجهودهم ضالين يجروا معانا. وصوبوا المحضر الله يكثر خيرهم واستقبلوني ووروني كل شيء وكيديروا خدمتهم. الله يجازيهم بخير كنطلب من الراي العام انا باغي تحقيق في هذا الشيء كنطلب من ولد تحقيق في هذا الشيء انا راه مضرور انا راه هذاك الدري هو باش كان مريض انا هو اللي كيهزني اش المالك
وكنطلب من سيدنا ومن الحكومة ومرأي العام يوقف معايا في هذه القضية هذه، وكنطلب من المواطنين وكل شيء يوقف معايا يشوف الدري عمر راه عارفينه وكل شيء كيعرفوا الصغير والكبير، راه كل شيء تمرغ ليا في الروضة، أنا عمرني ما شفت ذاك الناس اللي كيتمرغوا الدراري ما كنعرفهمش وكيبكيو، وأنا فين غنصد دابا؟ كيفاش غنتمشي للدار؟ كيفاش غنخدم؟ أنا مابقاش قديت نخدم دابا، تمحنت نفسيا الداخل ديالي. أخويا كرفصونا كرفصونا. دعيت من الله سبحانه وتعالى ياخذ فيهم الحق. دعينا من الله ياخذ فيهم الحق. أنا ما كان ماشي كنتهم شي حد ولا ما كنتهم حتى شي واحد. عاش الملك والحكومة الله يجازيها بخير، وكنطلب منها تاخذ لي الحق ديالي. من هاد الناس يتعاقبوا. انا بغيت ياخذوا لي الحق ديالي، حق المدني ديالي، انا مضرور الدم ديال ولدي انا بغيته. والسلام عليكم.